مرحبا، أنا نحلة صغيرة وأود أن أشارككم بعض المعلومات عن نفسي وعن الفوائد العديدة التي أقدمها. من أنا؟ أنا نحلة، جزء من عائلة الحشرات الاجتماعية. نعيش في مستعمرات منظمة تحت قيادة ملكة النحل، ونعمل جميعا معا للحفاظ على مستعمرتنا قوية وصحية. الفوائد التي أقدمها: أنا أتنقل بين الأزهار وأجمع الرحيق وحبوب اللقاح. أثناء هذه العملية، أنقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى، مما يساعد النباتات على التلقيح. أقوم بجمع الرحيق من الأزهار وتحويله إلى عسل في الخلية. العسل ليس مجرد مادة لذيذة، ولكنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويستخدم لعلاج الجروح والحروق بفضل خصائصه العلاجية. العسل غني بمضادات الأكسدة وله فوائد صحية متعددة، بما في ذلك تعزيز الجهاز المناعي. ننتج شمع النحل الذي نستخدمه لبناء خلايانا. البشر يستخدمون شمع النحل في صناعة مستحضرات التجميل، الأدوية، والشموع. الشمع منتج طبيعي وصديق للبيئة، وله استخدامات متعددة. من خلال تلقيح أنواع مختلفة من النباتات، أساعد في الحفاظ على التنوع البيولوجي. هذا التنوع مهم لصحة النظم البيئية واستدامتها. النباتات الملقحة تجذب أنواع مختلفة من الحيوانات، مما يدعم دورة الحياة الطبيعية. التلقيح الذي أقوم به لا يزيد فقط من كمية المحاصيل، بل يحسن أيضاً من جودتها. الثمار التي تنتج تكون أكبر وأفضل طعماً، مما يفيد المزارعين والمستهلكين على حد سواء. الختام: أنا نحلة صغيرة، لكنني أقدم فوائد عظيمة للطبيعة والإنسانية. تلقيحي يساعد في إنتاج الغذاء، وعسالي يعزز الصحة، وشمعي له استخدامات متنوعة. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بمعرفة المزيد عني وعن الدور الهام الذي ألعبه في عالمنا. شكراً لكم.